اهلا بحضراتكم، وكل يوم بنلتقي بيكم ومعانا موضوعات مختلفة. النهاردة معانا موضوعين. الموضوع الاول هنتكلم فيه عن القضاء وتكثيف منابع الأمية داخل المدارس. يعني دايما الكلام والحديث عن الأمية ومحاربة الأمية والقضاء على الأمية للناس والأفراد اللي تسربوا من التعليم وما كانش عندهم فرصة ان هو يدخل المدرسة. لا، الكلام النهاردة مختلف. احنا بنجد أمية داخل المدارس، ولا بيبقى في ستة ابتدائي وما بيعرفش يكتب اسمه ولا يعرف يقرأ. يعني الأمية داخل المدارس بنسبة تصل إلى 40 و50%. النهاردة هنتصدى ونشوف مشروع من متخصص للقضاء وتكثيف على منابع الأمية من الجذور وداخل المدارس. أما الموضوع اللي تاني النهاردة معانا، فهنتكلم عن استخدام العلم. طبعا العلم حياة، ده شعار قناة المنارة. هنتكلم عن تدوير المخلفات وإزاي يمكن تدوير تلك المخلفات لإنتاج الكهرباء. إزاي يتم ده ويتنفذ، ده اللي هنعرفه ولكن بعد قليل. مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهل ياللي وقفت جنب كل خير. عشانك انت تحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهل ياللي وقفت جنب كل خير. نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين. واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، يخلص لها علينا كل ده، هي الأمانة راضها مطمنين. ايه حكاية هذا المشروع الخاص بتكثيف منابع الأمية؟ صاحب الفكرة وصاحب المشروع هو الأستاذ محمد جابر خضر، المكلف بتنفيذ برامج دعم مهارات القراءة والكتابة بمحافظة الإسكندرية. هو جه يعني وشرفنا وجه مخصوص من محافظة الإسكندرية هنا لبرنامجكم معكم في قناة المنارة عشان يشرح هذه الفكرة وذلك المشروع. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب، الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. اشرح لنا كده وقول لنا اهم ملامح يعني هذه الفكره او المشروع ده. والله هو بدايه المشروع، انا عايز بس اكد على كلام حضرتك في جزئيه، هي الاميه من المفترض انها تكون خارج اسوار المدرسه، لكن اميه داخل اسوار المدرسه وتبلغ 40 او 50% فدي كارثه. حضرتك انا اول ما اكتشفت الطريقه ديت كنت مدرس رياضيات في التعليم الابتدائي، فطبعا لاحظت في البدايه اللي هو الاطفال اللي هم بيبقوا يقروا مثلا المسائل اللفظيه، فبتبقى بالنسبه لهم لغز، يعني لغز مش قادرين يقروا. وحاجه تانية كمان، كنت بشوف اطفال اللي هم بيسربوا مدرسه او بيتكرر صوتهم في الدراسه، يجي مثلا يجي يقرا منهم اللي احد انماط اللي هو اللي ما بيعرفش يقرا كويس، يعني تلاقيه مثلا ايه، انا امير، اختي اميره، وتلاقيه بيشاور على الصوره مش بيشاور على الكلمه. نمط تاني من انماط برضو اللي هو ضعف مهارات القراءه والكتابه، نلاقي التلميذ انا ابن مصر يا حمي حباي يجري في البيت، تلاقيه بيشاور في مكان غير المكان خالص. وبنمط تالت ده عامل زي عبد الفتاح الاسري بيشاور على الثعبان يقول حنا شن. نمط تالت ممكن نيجي لاولادنا، نعتقد ان ولي الامر مثلا يعتقد في بيته ان هو ابنه بيعرف يقرا كويس، ان هو بدليل ان هو بيقرا له الدرس. طب تيجي نجيب له درس جديد يقول لك ايه، ما خدناهوش. يعني معنى كده انه ما بيعرفش ايه، ما بيعرفش يقرا، لان وزارتنا او اعتماد التربيه والتعليم في بلدنا على الطريقه الكليه، وبعد كده نبقى نيجي للطريقه الايه، الجزئيه. فطبعا المشروع ده كان بالنسبه لي فكرت فيه من حوالي 15 او 16 سنه، ففكرت ايه اللغز اللي قدامي ده، فجبت مثلا ورقه جورنال او مجله وحاولت احلل كلمات اللغه العربيه، اكتشفت انها مقاطع صوتيه، والمقاطع الصوتيه طب انا ايه اللي يخليني احفظ طفلي او التلميذ في مدارس حوالي مليارات، كنت مدرس رياضيات، آه. طب ايه اللي يخليني اعلم الطفل مثلا مليارات الكلمات؟ طب ما هو ممكن يجي
اولى ابتدائي ما بنعتبروش ضعيف، يجي تانية يقول لا اصبر عليه شويه لغايه ما يوصل تانية. طب يوصل تانية ده لسه بيتعلم قراءه وكتابه، يوصل ثالثه مع العلم ان اولى وثانيه وثالثه ابتدائي هم اسلم الطرق اللي احنا المفروض ان احنا ندعم مهارات القراءه والكتابه عند الطفل في المرحله دي. لو فاتوا في اولى وثانيه وثالثه ما قدرش يقرا جورنان يبقى ما يعرفش يقرا. فعلى هذا الاساس بدات اصمم برنامجي اللي هو يعتمد على المقاطع الصوتيه، وكان اسم برنامجي في البدايه برنامج الاوزان والاصوات في قراءه وكتابه الكلمات. دي بدايه الفكره. الاوزان والاصوات بقى في يعني في قراءه الكلمات، وايه علاقه يعني المشروع والفكره دي جات لك ازاي وانت حضرتك اساسا كان تخصصك بتدرس الرياضيات زي ما بتقول؟ والله حضرتك انا الاطفال لو احنا جينا مثلا نداعب طفل صغير عنده 3 او 4 شهور، طبعا لو احنا سجلنا نفسنا فيديو ونشوف نفسنا بنداعب الطفل ده ازاي هنلاقي نفسنا هنضحك على ادائنا او على الممارسات اللي احنا بنعملها، يمكن بندعبه بطريقه مضحكه لكن هو الطفل نفسه تجاوب مع تلك الطريقه. لكن جين يجي بقى انا اخترعت المقاطع الصوتيه بحيث ان الطفل في البدايه بيتعلم مثلا مقطع قصير بالفتح زي مثلا سا ودا ورا وجا، بحاول اراعي في الجزئيه دي ان انا مثلا لو كنت بحفظه النهارده 4 حروف يبقى الاربع حروف ما يكون في عدم تقارب في الصوت وعدم تشابه في الشكل. ادينا مثال كده. مثال زي مثلا اكل، يبقى هنا انا اكل دي بعلمها ازاي؟ اول حاجه بعلم الطفل المقطع. انا يهمني 3 حاجات، المقطع والسرعه وتجميع مهاره تجميع الكلمه. طيب المقطع والسرعه ومهاره تجميع الكلمه. طيب هو المقطع 3 عناصر. 3 عناصر اساسيين. المقطع يتعرف ازاي؟ ان انا عن طريق كوتشينه او عن طريق الالعاب ان انا ممكن الاعب الطفل، يبقى انا هنا نزلت المستوى وبالطريقه اللي هو يحب اللي هو يتعلم بيها. طيب السرعه تيجي ازاي؟ برضو عن طريق كوتشينه من الاول كده. لا بس كوتشينه حروف حضرتك. كوتشينه حروف وهكذا. وتيجي العمليه معايا متدرجه اللي هي طريقه هرميه. اول حاجه علمت مقطع قصير بالفتح الكلمات اللي هي زي مثلا اكل او قرأ وهكذا. وطبعا بعلم الطفل كمان ان هو ازاي يجمع الكلمه وفيها توافق جسمي مع الكلمه نفسها. ان انا مثلا اقول له اكل تبقى ايه؟ اكل شاء عاملة عاملة وهكذا. ان انا بعلم الاول المقطع القصير، اجي بعد كده معلمه المقطع الطويل بالفتح. ايه اهمية هذا الايقاع والتسقيف والايقاع ده اهميته ايه بقى؟ في تناغم وفي انا يمكن اعلم ان في دكتور تنمية بشرية كان بيقول المخ بتاعنا فيه فصين، فص خاص بالموسيقى والحركة والصوت، وجزء ثاني خاص اللي هو بالحفظ. فانا دمجت ما بين الجزئين بحيث ان اشغل الفصين بتوع العقل في وقت واحد، حركة مع صوت. طيب ونيجي بعد كده بعد ما علمته اللي هو المقطع القصير بالفتح، اجي بعد كده اعلمه المقطع الطويل بالايه اللي هو المد بالالف. وبدي امثال الاطفال بيحبوها جدا داخل المدرسه، ان انا مثلا اقول له مين اطول حيوان في الغابه؟ يقول لي مثلا الزرافه. طب ايه اللي طويل في الزرافه؟ يقول لي رقبتها. طب تيجي مثلا نعمل الباء رقبه؟ عملنا لها رقبه طولناها لفوق. طب صوتها ايه؟ يبقى باء. اذا الطفل في المرحله العمريه اللي هو الصغير جدا دي بيدمج ما بين اشياء هو بيحب ان هو بيشوفها وبيترجمها بالنسبه للطريقه اللي هو بيحب يتعلم بيها. طيب لما نيجي للاولى ابتدائي، ليه انا اخترت اولى ابتدائي ان اطبق عليها المرحله كبرنامجي؟ في البدايه انا كنت عملت برنامجي علاجي وكنت عرضته على المسؤولين من بدايه. انا اعتقدت ان الموجه داخل مدرستي، الموجه اللي بيجي يزور المدرسه موجه اللغه العربيه، وانا كنت مدرس رياضيات، اعتقدت ان هو وزير التربيه والتعليم، هو ممكن يديني القرار فورا، لا خد عم بالبرنامج وعم بالفكره. اكتشفت ان هو ما عندوش الصلاحيه وهكذا لغايه ما وصلت لغايه وكيل وزاره والمحافظ. لغايه ما بعد كده قال لي المحافظ، قال لي جربها في احد المدارس. بالفعل جربت كبرنامج علاجي داخل المدرسه والحمد لله. علاج اللي عشان في اميه موجوده، عالج اللي هم وصلوا لغايه 4 ابتدائي و5 ابتدائي و6 اللي هم لم يتقنوا مهارات القراءه والكتابه وفاتهم المرحله ديت. طيب جه البرنامج نجح والحمد لله والولاد. البرنامج مدته قد ايه بقى؟ والله كان مدته 3 شهور. يستطيع الطفل من خلاله قرايه في حصص يوميه بقى. حصص يوميه هي عدد مثلا جلستين او 3 جلسات في الاسبوع. انا يمكن بعملهم داخل المدرسه، وعلى هذا الاساس الطفل ممكن يقرا جرايد مش يقرا منهج سنه اولى ابتدائي ولا ثانيه ولا ثالثه. على حسب المقاطع الصوتيه، تقطيع يعني الكلمه لمقاطع صوتيه وهذه الموسيقى وتلك السرعه والسقف يعني والإقاع. يعني مثال حببه. طبعا انا ممكن اقول ممكن اقول لحضرتك مثال. يعني مثلا لو قلنا كلمه افيالون، اول حاجه سمعتها حضرتك ايه؟ اف. برافو عليك. تمام. اف يا لون. طيب ولو احنا حللنا جميع كلمات اللغه العربيه حلاقيهم كلهم 12 مقطع، طب ليه احفظ مليارات الكلمات؟ طب ما احفظ ال 12 مقطع والاقي التلميذ بالنسبه لي يجزء الكلمه الى مقاطع صوتيه ويبدا يقرا. يبقى هنا مش هيختلف الامور، اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي مش هنلجا في يوم من الايام ان طفل يقول لي والله الدرس انا ما خدناهوش. لا انا افتح اي صفحه من صفحات الكتاب يبدا يقرا. جيت حضرتك بعد كده عرضته على وكيل الاول وزاره التربيه والتعليم اسكندريه،
اثنى على الفكره، وطبعا اعتمدوا فنيا اللي هو الموجه اول موجه عام اللغه العربيه بمحافظه الاسكندريه. جربته في احد المدارس الحمد لله في خلال 3 شهور، الولاد الحمد لله. ما شاء الله، فجاء قال لي وقت عايزك قياس تعمم، يعني. عايزك تعمم الفكره. قلت له طب احنا ليه لو نرجع برضو لنفس الموضوع، طالما هي ظاهره وتصل الى اكثر من 40%، طيب اذا هي شبه شلل اطفال. طب احنا شلل الاطفال بنعالجه امتى؟ قبل ولا بعد؟ قبل المفروض اكيد خلاص، طبعا يبقى اكيد. انا هنا مش هستنى الطفل لما يبقى امي وبعدين ابقى عالج الظاهره ديت. ولاحظوا حاجه، ان يمكن الوزاره قالت للمدارس اعملوا برامج علاجيه. طيب برامج علاجيه يعني افتحوا فصول علاجيه. طيب في مدارس ما عندهاش فصول زياده، في مدارس عندهم عجز في المدرسين في المدرسه عشان خاطر يكلفوا بانهم يمحوا اميه الاطفال دول. طيب احنا ليه نستنى الاطفال لما يبقوا اميين؟ طب ما احنا نعالج الاميه ونجفف منابعها من البدايه ومن الصغر. وبالفعل صممت برنامج اللي هو مهارات دعم مهارات القراءه والكتابه على معلمي الصف الاول ابتدائي بالاسكندريه. جميل، دعم مهارات القراءه والكتابه على معلم الصف الاول، وده ممكن يتم تعميمه على مصر كلها زي حضرتك ما بتقول، يعتبر وقايه، وما نستناش لما يبقى فيه اميه، تمام. نبدا الاول ويبقى نجففها من سنه اولى. هي عامه كان ليا بخطوات في تنفيذ البرنامج. هو اول ما اتاح لي الفرصه وكيل الوزاره وقال لي خلاص انت عايز تعمل برنامج وقائي لاطفالنا، خلاص اعمل. الهدف منه هو تجفيف منابع الاميه بمدارسنا. بالفعل جمعت كوادر من التعليم ابتدائي في المدارس اللي هم افضل العناصر اللي موجودين. درست اولى ابتدائي دراسه جيده جدا جدا. اكتشفت ان اولى ابتدائي فيها اول شهر ونص من الدراسه هي تهيئه لغويه، على اساس ان المعلم المفترض ان هو ينمي مهارات القراءه والكتابه عند الطفل في الشهر ونص الاولاني. طيب المعلم لا يمتلك المهاره ولا القدره على صياغه انشطه يبدا يطبقها داخل الفصل، فبالتالي المعلم تجاوز عن الشهر ونص خالص وبدا يعلمه اول الدروس اللي هتبدا بعد شهر ونص، وتجاوز عن النقطه اللي هو ممكن ينمي مهارات القراءه والكتابه عنده. فبالتالي افتقد التلميذ تلك المهاره وبدا يحفظ الكلمات زي ما هي بالطريقه الكليه، وهكذا يظهر العجز في ثانيه وثالثه. وبالتالي ابتكرت برنامجي كان عباره عن 4 محاور. اول محور بالنسبه لي هو عنصر او اول محور هو محور المعايير، ان انا مش معقوله اجيب معلم يدي لسنه اولى ابتدائي وهو مثلا بيقول على الكفتاف، ما ينفعش. وطبعا ثقافه الغرب هو افضل العناصر اللي موجوده عندهم هي اللي بتدرس الصف الابتدائي اللي هي التاسيس في البدايه، لكن احنا عندنا ثقافه المدارس ان احنا افضل العناصر اللي موجوده في المدرسه نقول لا خليه يدي لسته، دي مرايه المدرسه، دي شهاده دي الشهاده اللي في المدرسه. ونيجي لسنه اولى ابتدائي ممكن تكون اضعف العناصر اللي موجوده. فكان اول عنصر بالنسبه لي ان انا عملت معايير، واللي اشترك في وضع المعايير هم معلمين الصف الابتدائي اللي موجودين بالفعل في المدارس. وبالفعل صاغوا معايا بعض العناصر او بعض الشروط اللي على اساسها هيختار مدير اداره مدرسه، هيختار المعلم اللي هيعتمد عليه في ان هو يدي سنه اولى ابتدائي. ده كان اول عنصر. طيب احنا معظم مدارسنا شعبيه وريف وصحراء، طب المعايير راحت المدرسه، هيجي مثلا بالطريقه شعبيه كانت تيجي المدرسه تقول يا اختي بلا هم انا حد سنه اولى ابتدائي، وهيجي ناس تتابعني وهيبقى فيها متابعه يوميه. لا خلاص بلاش اولى ابتدائي. طب ايه اللي هيحفز المعلم ان هو او يجذبه ان هو المعلم الافضل اللي في المدرسه بدل ما يدي سته واللي هو ممكن تكون بتدر عليه بعض الربح يمكن اكتر وافضل من سنه اولى ابتدائي؟ دروس مجموعات طبعا يعني كده. فالا ايه اللي هيجبره ان هو ينزل سنه اولى؟ ان انا عملت جانب تحفيزي، ورقه المعايير هتروح المدرسه، لو قلبنا الورقة هنلاقي ورقة تانية للتحفيز، عملت مسابقة لأفضل قارئ على مستوى المدرسة، على مستوى القطاع، على مستوى الإدارة، على مستوى المحافظة، فيها مبالغ قد تصل إلى 3000 جنيه كمكافأة، يبقى ساعتها لا ده أنا أدي أولى. ده أول عنصر بالنسبة لي. تاني عنصر هو عنصر التدريب. إن أنا المفروض أنا اخترت المعلم الأفضل، لازم أدرب المعلم دوت على الآلية اللي هيمارسها داخل الفصل بحيث الولد يتقن مهارات القراءة والكتابة. فانتجنا الكتاب اللي هو حضرتك دوت، فده كتاب المفروض ان الدليل الاسترشادي لمهارات القراءه والكتابه. ده ليه اسمه يعني دل عليه. ده كتاب. فهنا قابلتني مشكله بقى كبيره. طب ممكن ناس يقابلوني مثلا انه في مستشارين في الوزاره عاملين كتاب سنه اولى ابتدائي، يقول له انت عايز تلغي بقى المنهج بتاعنا وعايز تدخل كتاب من عندك؟ لا. ايه الكتاب ده؟ عباره عن مجموعه من الانشطه. طيب انا ادخلها الفصل ازاي؟ فانا فكرت وقريت، لان انا اساسا كنت موجود في الجوده والاعتماد، فقلت خلاص هي الجوده اعتمدت على ان المعلم داخل الفصل لازم يصيغ انشطه لكل الدروس اللي هو بيديه. طيب المعلم اغلب المعلمين، مش هقول كلهم يعني، بس نسبه كبيره منهم
لم يتمكن من صياغة أنشطة للدرس اللي هو بيديه داخل الفصل، خلاص أنا عملت له الأنشطة اللي هو هيمارسها داخل الفصل. يعني لو كانت مهارات القراءة والكتابة اقتضت إن هو يتعلم مثلا مد بالألف بعد أسبوع من بداية الدراسة، خلاص يبقى أنا هنا النشاط اللي هيكون بعد أسبوع برضو عن عن المد بالألف. طيب لو احنا جينا درسنا داخل الفصل، طيب يا ريت ده نوريه للكاميرا ونشوف الغلاف. هذا الدليل، دليل مهم، الدليل الاسترشادي لمهارات القراءة والكتابة للصف الأول على الابتدائي. يا ريت حضرتك الكاميرا تجيبه يا ريت. مهم طبعا، احنا نستعين بالصورة كده. هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة بيمارسها التلميذ. طيب هل أنا حديها للمعلم أقول له اتفضل الكتاب أهو؟ هيقول لي والله براحتي، أنا النهاردة فاضي هدرس النشاط ده، بكرة لا مش فاضي، لا بلاش النهاردة، ماليش مزاج بكرة إن أنا أعلم الإيه أدرس النشاط ده، لا أنا عملت له إطار زمني أول شهر ونص تهيئة لغوية، خلاص يبقى أنا في أول شهر ونص هكثف الأنشطة اللي هيمارسها المعلم داخل الفصل. وبالتالي لو أنا أول يوم في الدراسة يبقى النشاط نمرة واحد، تاني يوم في الدراسة يبقى النشاط نمرة اتنين، وهكذا المعلم داخل الفصل هيمارس الأنشطة دي مع الولاد. طب إيه هي الأنشطة دي؟ تعتمد على الألعاب وعلى الصور برضو في تحقيق أهداف الدرس الأساسية. يعني هو يتسق مع المنهج ولا يختلف مع المنهج كلية. تمام؟ جميل كده، انت يعني اديت فكره شامله، واتصور انه كده كنت يعني المفروض اقول لك ايه الخطوات التاليه. ما فيش خطوات تاليه، خلاص انت كده. لا ده لسه في هدايا، انا كنت حتى عملت كمان هدايا داخل الكتاب. طيب المعلم هيدرس الانشطه دي داخل الفصل، طيب هيحضرها ازاي؟ عملت له كمان الاهداف بتاعت كل نشاط. طيب بلاش كده، طب هيجي بعد كده لما بيدي واجب للاطفال، طب هو المعلم في سنة أولى ابتدائي يكوم الكراسات قدامه كده 50-60 على حسب الكثافة اللي قدامه، يبدأ يكتب الحروف للأطفال واحد واحد. لا، هنا النشاط الأول عليه بعض الأنشطة الإضافية اللي هيمارسها الطفل داخل الفصل أو في إيه أو كواجب منزلي. طيب هدية زيادة فوق كل دول، بالفرض إن هو قابله حالات خاصة، توحد مثلا، تخاطب، والله برضو حطيت له هنا علاج للأمور دي كلها. زيادة على الهدايا دي كلها إن في أدوات تقييم عشان ما يجيش موجه بعد كده، وطبعا هو الموجه اللي بيجي يتابع الكتاب دوت داخل المدرسة برضو له آلية للمتابعة. يعني إذا كان هو لسه بياخد المقطع القصير بالفتحة مع مد بالألف وما خدش غيرهم، ما خدش الكسرة، خلاص يبقى أنت يا موجه يا اللي هتروح تتابع في المدرسة هتتابع بنفس الآلية ديت بالظبط. تمام؟ جميل جميل. طب انا عايز اقول يعني دلوقتي ايه العائق ان يتم يعني تطبيق وتنفيذ وتعميم هذه التجربه على مصر كلها؟ ما زلنا بلد اشخاص. بمعنى انا جربت المشروع ده الاول مع وكيل وزاره، جربته، نجح، عمم بالفعل، دربت الكوادر، جهزت القاعات، كل اسكندريه كانت خلاص بتتدرب. طيب مع الاسف وكيل الوزاره مشي، جه وكيل وزارة تاني. لا انا لازم اقتنع بالفكرة الاول، جربت، عمم، مشي، وهكذا. كل ما شخص يمشي يجي من الاول وجديد، نبدأ من اول وجديد، وهكذا. تمام. فانا بالنسبة لي يعني انا بتمنى اذا كانت الامية، اذا كان كتاب مدرسي انتجته الوزارة افرز 40% امية، اوعى تقول لي بقى يا مستشارين الوزير ان الـ العقبة هنا في المعلم او في الطفل او في المجتمع. لا، ما انت حضرتك برضو منبع من ضمن منابع الاميه، اذا كان المعلم عليه جانب، اذا كان الطفل، اذا كان ولي الامر عليه جانب في ظهور هذه الظاهره اللي هي تصل الى 40%، فبرضو كتاب المدرسه هو لم يوفر الانشطه الكافيه اللي هي تنمي مهارات القراءه والكتابه. وبعدين ده اجتهاد، انا اللي كنت فيه ده كله، انا في جانب من جوانب اسكندريه اذا كنت بطبقه على 70 ولا 80 مدرسه من 1000 مدرسه، فده اجتهاد. طب في جانب تاني من محافظات التانيه، فانا يعني ارجو ان وزاره التربيه والتعليم انها تدمج الانشطه ديت داخل كتاب الوزاره، بحيث ان يبقى المعلم ساعتها ما يقولش لا طب ايه، لا طب انا اشتغله ليه، طب انا اساسا انا عندي منهجي، طب انا ايه اللي هيجبرني ان اشتغل لازم ده؟ لازم يبقى في حافز طبعا ودافع. طب دلوقتي انت وصل لاي مرحله دلوقتي؟ احنا ايه النظام وايه طبيعه الموجود دلوقتي؟ والله حضرتك هو كان بدايه المشروع كان تجربه الاول على مدرسه كعلاجي، والحمد لله حققت النجاح. طيب جينا بعد كده ان هو بدا يتطبق كبرنامج وقائي، وبالتالي وقائي يبقى اسهل بكتير من العلاجي. مؤكد طبعا اسهل. طب احنا ليه نستنى لما يبقى علاجي ونكلف نفسنا ونصرف ملايين على طب ما احنا نطور الكتاب نفسه اللي هو بتاع مدرسه. طب جينا بعدها طبقته على مدرسه،
بعدها 4 مدارس. وبالفعل يمكن ثمرة النجاح ان احنا الحمد لله اطفال بعد 3 شهور مدير دراسة، بداية الدراسة العام الدراسي اللي فات يعني، كانوا بيقروا جرايد. وطبعا جات لأنه قنوات. عم، يعني عم مختلف تماما عن كل العوام يعني. هو بشر، كان بشرة خير يعني. كان بشرة خير. فجت قنوات زي قناة الام بي سي، فجت عملت تقرير عن الولاد داخل الفصول، والحمد لله انبهروا. يمكن المذيعة سابت المايك وقعدت تلعب مع الولاد وانبهروا جدا جدا. فأنا كل أملي اللي هو يتطبق مش 70 80 مدرسة، وما يبقاش اجتهاد داخل محافظة من المحافظات، لأن قد يكون برضو في ناس مجتهدة أخرى في محافظات تانية لكن لم يلقى الضوء عليهم يعني. طب بعد الثورة دلوقتي وروح جديدة، المفروض ان هو ان الامور والمسائل مرتبطة باشخاص، الكلام ده ينتهي ويبقى مرتبطة بنظم مستقرة ومنظمات موجودة وبتنظيمات مرفق عام. نظرية المرفق العام، نظرية العمل المؤسسي اللي هو مستمر بغض النظر عن الاشخاص العارضين اللي هيمشوا ويطلعوا معاش او يعني يروحوا في اي حتة، ايه اللي انت بتطالب بيه دلوقتي من خلال يعني شاشة المنارة؟ هو الاول ثقافه الناس اوضحها الاول. انا قبل الثوره بزمن، انا يمكن بقالي 17 سنه وانا بكافح وبحارب عشان اوصل فلسفه البرنامج بتاعي ده. طيب ثقافه الناس كانت ايه؟ كنت انا عامل جروب على الفيسبوك اسمه ظاهره اميه القراءه والكتابه بمدارسنا. تخيل حضرتك عدد الناس اللي كانوا موجودين في الجروب، كانوا 2، انا واحد بس. لدرجه ان انا كنت ساعات اشير الشغل بتاعي مثلا داخل الجروبات كلها، احس ان مفيش اي اهتمام ولا ادنى اهتمام بحاجه اسمها اميه، لدرجه حسيت ان ده وهم في خيالي، ان فعلا بلدنا لا دي مفيش اميه. اروح اقابل اي مسؤول في مكتبه، لا دي مفيش اميه. اكلم الناس بره، مفيش اميه. قال لا، اما اللي ما بيعرفش يقروا دول ليه؟ طيب ادي جانب. جانب بعد الثوره الحمد لله يمكن عملت جروب تاني اسمه تطوير التعليم تجفيف منابع الاميه. الحمد لله يمكن لقيت زي ما يكون الثوره فتحت افاق لكل الناس، وبدات تحس بكل الاشياء اللي في المجتمع واللي بتؤرق المجتمع بكل شفيه يعني. ما بنكدبش دلوقتي. ما طيب احلامي بالنسبه لشخصي، اللي شخصي انا، وبالنسبه لصفه عامه، اذا كان بصفه عامه، اذا كان كتب افرزت اكثر من 40% اميه، لا يبقى لازم المناهج هي تراجع. نسبه ال 40% يعني منين، مصدرها ايه؟ والله نفتح النت ونشوف يعني مسؤولين في التعليم، في التعليم وهم اللي بيقروا بدوت. طيب انا كواحد زرت اكتر من 1000 مدرسه، طيب انا لما اروح مثلا مدرسه في، وهي النسب متفاوته يعني، يعني مثلا نلاحظ في مدارس مثلا نسب متقدمه، تقريبيه متقدمه شويه، ومدرسه في منطقه في مدارس هتبقى واقعه خالص المجتمع يعني. كويس فيها، فتلاقي 10% مثلا اميه او 5% اميه. تمام. نيجي لمدارس تانية اللي هي وسط شعبي مثلا، لا اللي تصل الى 30 و40%. نروح مدارس بقى اللي هي مدارس الريف ومدارس الصحراء. والله والله انا دخلت مدرسه، فانا سالت مدير مدرسه من مدارس مش عايز اذكر اسم يعني، قلت له هو مين اللي بيعرفش يقرا ويكتب عندك؟ هي قوه المدرسه 1200 تلميذ. قال لي والله ممكن يطلع 600. قلت له طب لو لا لسه، قلت له طب لو حضرتك لو انا طلعت كده وعملت اختبار كده ام لو ماشي؟ قال لي لا ممكن يوصلوا ل 800 يعني. قلت له طب لو جبت فريق موجهين كده ومسكنا ولد 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 كده؟ قال لا يعني ممكن 950 حاجه زي كده. قلت له طب انا طالع بقى. قال لي لا خلي بالك هم ممكن يوصلوا 1100. عايز اقول لحضرتك ان ممكن نخش مدرسه من المدارس نقول مين يا اولاد بيعرف يقرا. طب اسمح لي، انا معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب، عميد كليه التربيه جامعه طنطا السابق وعضو المجالس القوميه المتخصصه. اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد، دكتور محمد سامعني؟ دكتور ألو؟ محمد عبد الظاهر، اهلا بيك يا فندم. في مشكله في الاتصال، سامعني يا دكتور؟ الو، ايوه دكتور انا سامع حضرتك. لا الصوت عندي ضعيف جدا اللي انا. طب انا اعلي صوتي؟ طب نعم هنعاود الاتصال بعد قليل، في مشكله في الصوت. كنت اشوف يعني، كنا عايزين نشوف يعني اسهام ورؤيته في المشروع وتطبيق مثل تلك المشروعات والافكار، ويمكن اخر اخر يعني مثال حضرتك ذكرته حاجه شيء مش معقول، ان المدرسه كلها هتطلع انها يعني ما بتعرفش يعني تقرا ولا تكتب. هل الكلام ده موجود من زمان ولا حصل هذا التدهور في السنوات الاخيره؟ لا هو موجود من فتره، من ساعه ما اتخذت حكومتنا او اتخذت وزارتنا ان الطريقه الكليه هي اللي هنبدا نعلم بيها. طيب مثال تاني برضو بنلاقي، بنلاحظ على الفيسبوك اللي هم هنقوله مثلا اطفال ومدارس وكي جي ومدارس لغات، بنلاقي الولاد بيقروا العربي. طب معلش هو نحاول تاني الاتصال مره تانيه. دكتور محمد عبد الظاهر الطيب، اهلا بيك يا دكتور. الدكتور عبد الظاهر سامعني يا فندم؟ انا بعلي صوتي اهو اعلى طبقه. دكتور
في مشكلة فنية في الاتصال، هنعاود الاتصال تاني يعني، بس ارجع تاني معلش معذرة للمقاطعة. بنلاقي واتفضل. اطفال حضرتك اللي هم على الفيسبوك مثلا، او شباب كبار يعني، بيكتب بطريقه غريبه اللي هي فرانكو عرب او حاجه زي كده، بيكتب الحروف اللي هي بالانجليزي باللاتيني. طب انت ليه يعني ما تكتبش ليه عربي لغتنا؟ الاحظ حاجه تانية، حتى في اطفال عارفين الحروف كويس يعني، بس هو لما نيجي نكتبها له من اليمين للشمال تلاقيه بيقراها من الشمال لليمين. انا مثلا عملنا الا والجا والسا والدا، ما يقولش من اليمين الصفحه، لا هو بيبدا من من شمال الشمال. الصفحه. طب لو حب يكتب املا برضه بيبدا من شمال الصفحه، تمام؟ دي برضه مشكله من ضمن مشاكل بنلاقيها حتى في المدارس اللي هي اللغات، واللي المفترض انها بتقدم خدمه تعليميه متميزه. طيب اول رؤى بالنسبه لي هي المنهج. طيب اذا كانت اميه ولم تدرك في يوم من الايام في سياسات التعليم، يعني سياسه التعليم مش معقوله يدرك فيها تنميه مهارات القراءه والكتابه، لكن هل ممكن ان احنا نحط القضاء على الاميه وتخفيف منابعها في المدارس كهدف من ضمن مستهدفات اللي ممكن تحط الوزاره؟ انا نفسي فعلا طالما الاميه وصلت إلى هذه الدرجة. اتفضل حضرتك. جميل. هو في الدكتور عبد الظاهر. طيب دكتور عبد الظاهر سامعني يا فندم؟ الأستاذ الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب، عميد كلية التربية جامعة طنطا سابق، عضو المجالس القومية المتخصصة. دكتور عبد الظاهر سامعني؟ طب لا واضح بقى، لا واضح خالص يعني. واضح جدا يعني انه في مشكله في الاتصال. ارجع تاني ملناش استكمل. نصيب طب بقى، انا عايز اقول لحضرتك انه يعني دلوقتي لما بنشوف بقى الجروبات وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى يعني هذا التقدم وهذه التقنيات الحديثه، الواحد بينسى حكايه الاميه. فالناس فاكره انه لا انه كل مفيش شبابنا اميه. مفيش اميه، وكل ناشئ بيتعامل هو مع التقنيات الحديثه وان مفيش اميه. عارف تصور. حضرتك اتفضل. عارف حضرتك ليه؟ ليه بقى؟ بلدنا بكل اسف النجاح حاجه والتعليم حاجه تانية. يعني عذرا ممكن تصل نسبه النجاح في بعض المدارس الى 20%. طب هل ممكن هي تظهر كاداره متكامله على بعضها توصل لغايه المحافظ ما يعتمدها؟ هل ممكن تتخيل انها توصل 20 لغايه ما يشيلها له واحد كده لغايه ما يوصلها المحافظ يعتمدها يقول له هي 20؟ لا طبعا. هيبدا مثلا مدير المدرسه، لا لا علني النسبه شويه خليها 40. يجي رئيس القطاع، لا لا معقول 40؟ لا لا خلوها افضل شويه، ارفع النسبه. يعني مثلا ازاي يرفع النسبه؟ الدرجه من 25 لانها 50، الدرجه الكليه 50، 25 نجاح، لا يبقى النجاح من 20، يبقى النجاح من 15، يبقى النجاح من 10، يبقى النجاح ممكن يوصل من 7، عشان تصل النسبه الى في النهايه الى 70 و80%. للاسف مش حقيقه، مش حقيقه، مش حقيقه. ده غير حتى في ظاهره الكليات تانيه. على فكره الكلام ده الكليات يعني في بعض المواد كانت من 20، كان في طلبه يعني بيجيبوا بالاربعه وثلاثه من 20، تفضل ينجح تترفع لغايه ما توصل ل 10. وحاجه ينجح. حاجه تانية، حتى ظاهره الغش اذا كانت غش سياسي ما قبل الثوره، يعني احنا كنا في حاله غش، يعني احنا غش جماعي بالميكروفونات، احنا غش في قبل الثوره في كل المجالات، يعني سياسي، علاجي، زراعي، حتى الزراعه كله كان بيتغش. يعني كله حضرتك حتى تخيل ممكن التعليم كمان وان الامتحان نفسه ما يتغشش، لا كان بيتغش برضه. فدي كانت اولى الرؤى اللي هو كتاب وضع السياسه، وضع اولى المستهدفات بالنسبه للسياسات القادمه هي. لا انا معاك، بس انا كنت عايز يعني معذره، انا عايز يعني اتوقف عند انه يمكن قبل الثوره كان البعض بيتصور او بيقول وبيدعي دلوقتي انه الحكومه والنظام البائد هو كان حابب موضوع الاميه عشان يجيش الاميين دول وياخدهم معاه في الانتخابات ويستفيد باصواتهم وهذه الكتله الرهيبه. لكن اتصور انه بعد بقى ثوره يناير، لا انه خلاص ما احنا مش عايزين هم اميين. كانوا ناس كانوا بيحبوا نفسهم بس، ما كانوش باصين لغيرهم، كان اهم حاجه مصالحهم فقط يعني. فبالنسبه الامر اختلف طبعا، اكيد ان شاء بيستفيد الله انه ده امي هو وعايزه، لانه هيستفيد بصوته مؤكد، لانه مش هيقول رايه بعد كده، لانه هو عارف لو عرف حقوقه وعرف واجباته هيقوم بثوره. فالناس بعد كل ده برضه قامت بثوره. ومن اكبر دليل هو قام بثوره من خلال برضه الفيسبوك والشباب المتعلم والمثقف اللي بيكتب فرانكو عرب واللي بيكتب كل اللغات اللي هي مش عربي، برضه قاموا بثوره. يعني مهما يعملوا برضه هيقوموا بثوره. شيء تاني برضه بالنسبه لبرنامجي، رجاء بقى تبقى برضه بالنسبه للدوله استكمالا للاهداف العامه اللي انا بحلم بيها ان شاء الله بالنسبه للدوله كلها، ان يتحط سياسه للدوله لمدار مثلا 10 15 سنه، ويبقى الـ الاشخاص اللي بيقعدوا على المكاتب ما هم الا اداه فاعله لتنفيذ هذه النظم وتلك الاليات. ما يبقاش كل فرد موجود النهارده وكيل وزاره يطبق سياسه جديده ونعمل خطه استراتيجيه نبدا من اول التعليم جديد وتبقى وننقل خطه اللي فات. طويله الامد، طويله الامد، ما تبقاش لمده 5 سنين فقط، لا تبقى مش خطه خمسيه زي ما احنا بنسمع الخطه خمسيه كتير، لا احنا عايزين نفسنا نبقى خطه لمده 50 سنه مره رؤية واحده. رؤيه استراتيجيه بعيده. بعيده زي امريكا، ما هي امريكا مطبقها كده. دي بالنسبه للرؤى العامه بالنسبه لي. طب الرؤى الخاصه، اولى ابتدائي قانوننا بيقول انها ناجح ناجح. مش هيسقط. طيب ايه اللي يمنع ان انا
منهج اولى ابتدائي، طالما هو الاولاد بيطلعوا من سنه اولى نسبه كبيره منهم ما بيعرفوش يقروا، طب ما انا اخلي الترم الاول من كتاب الصف الاولى ابتدائي قاصر على مهارات القراءه والكتابه فقط. ادي اول طلب، ده بالنسبه لي شخصي انا، عشان انا نسبه نجاح برنامجي تزيد. تمام. يعني انا دلوقتي نسبه نجاح برنامجي قد تكون 80 و90%، بيفوت مني 10 ولاد او كده، يعني ممكن نلحقهم في الصيف او نلحقهم في سنه تانية. طيب انا عايز النسبه تبقى 100%، خلاص يبقى الكتاب يساعدني. لو كتاب المدرسه بقى الترم الاول منه قاصر على مهارات القراءه والكتابه، ده ادي اول شيء. الشيء الثاني اللي يمنع ان احنا نعمل اختبار عملي للاطفال في اولى ابتدائي، بحيث ان هو يختبر، مش اختبار نظري، احنا ممكن نختبره املا، اختبار نظري تمام، اما اختبار مهاري بناء على معايير ان انا الولد ده بيعرف يقرا ولا يكتب. طيب ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وعدى سنه اولى وافتقد المهاره، نلزمه ان هو يقعد شهرين في خلال الصيف؟ اي نعم هو ناجح، خلاص يلزم ان هو يقعد شهرين في خلال الصيف ان هو يجود تلك المهاره دي من خلال المدرسه. طيب اللي يمنع للمعلم نفسه يرتبط الحافز اللي بالنسبه له بجودة أدائه داخل الفصل؟ ده جانب من ضمن الجوانب اللي أنا بطلبها، عشان ده جانب شخصي، عشان أحس إن برنامجي بدأ ينجح أكتر. جميل. أتصور إن يعني المدارس اللي بتبقى يعني تعليم لغات أو تعليم خاص وفيها الكي جي 1 وكي جي 2 عقبال ما يوصل الأولى، أتصور إن ما عندهمش مشكلة في القراءة والكتابة، ولا برضو المشكلة كان هو كان اعتقادي كان اعتقاد كده. لكن احنا اطفال اللي هم موجودين في مدارس اللغات نلاحظ ان هم يعني غالب عليهم قوي اللي هو التحدث باللغة غير اللغة العربية. طيب بالنسبة للكتابة هنلاحظ حاجات غريبة، يعني الكتابة ممكن يكون الالف او الحرف كبير جدا جدا، هتلاحظ كمان اللي هو بيتكتب من الشمال لليمين. هنلاحظ حاجة اكتر من كده، انا اشتغلت في الجودة للتعليم اللي هو مجال الجودة والاعتماد، فانا كنت دربت مدارس اللي هي مدارس اللغات والامثلة كتير ليها يعني. فلاحظت حاجة ان مدرس العربي داخل المدرسة هو مكانته من اقل دايما، ده من ايام يعني نجيب الريحاني، يعني في مدارس رسمية قد يكون الكلام ده من زمان ان بتاع العربي ده في في اقل، يعني قد يكون في مدارس رسمية رائد الفصل هو مدرس اللغة العربية، واللي له المكانة الكبيرة في المدارس الرسمية في التعليم الابتدائي هو مدرس اللغة العربية. طيب في اعدادي بتقل الاهمية شوية، في الثانوي بتقل خالص خالص خالص. اما المدارس اللي هي اللغات إذا كان في المدرسة الرسمية هو صاحب المقام الأول في المدرسة، لا هناك لا في بقى الساينس والماس وغيره وغيره، فدول هم دول المقام الأعلى، فالظاهرة بالفعل موجودة. حتى أنا أسند إلي في الوكيل أو الوزارة أسند إلي بعض الإدارات في المدارس عندنا في اسكندرية، فأنا طبعا لما حبيت أختار مدارس من كل إدارة عدد من كل مدرسة رأيت التنوع البيئي، يعني مثلا مدارس تعاني من الأمية بشكل 100%، خدت منها مجموعة، خدت مجموعة من مدارس شعبية، خدت مجموعة برضو من مدارس اللي هي مدارس بنقول عليها مدارس الصفوة، عشان نشوف الفرق قبل ونشوف الفرق بعد. جميل. طب اسمح لي اقول لك، انت اساسا تخصصك مدرس الرياضيات، في البعض برضو عنده أمية في الرياضيات ولا يعرف المستقيم من الشعاع، ما يعرفش اي نظرية وبقى سنه كبير وصل لاعدادي وثانوي، فهل ممكن برضو يعني تفكر في برامج زي كده لمحو الأمية، أمية الرياضيات؟ هو حضرتك هو انا ما عملتش ابتكار، هو مش ابتكار، يعني كون الولد ان انا اخليه يعرف يقرا ويكتب ده طبيعي، يعني هو طبيعي، ده مش ابتكار، ده مش حاجه تطوير يعني، بس كان مشكله يعني واتحلت. في ناس بيفكروا ان ممكن يكون القضاء الاميه، ان في ناس تفكر ان تكفيف منابع الاميه في المدارس ان ده تطوير وما بعده تطوير، لا مش تطوير ولا حاجه، ده مجرد ان احنا عايزين الولاد يبقوا طبيعيين، بعد كده يبدا التطوير. طيب انا فرد من ضمن الافراد اللي موجودين داخل منظومه التعليم في مصر. طيب والله والله في ناس يمكن لم يسعدها الحظ وان هم يتوافر اللي هو ممكن يلقوا دعم من وكيل او وزاره او محافظ او يكونوا موجودين في الاعلام او غيره، لكن في ناس افضل مني بكتير جدا جدا عاملين في كافه المجالات، في الرياضيات وفي العلوم وفي الدراسات، عاملين برامج في منتهى الروعه، لكن لم تتاح لهم الفرصه. فرجاء للوزاره انها تنظر بعين الاهتمام الى كل المبتكرات اللي موجوده داخل مدارسنا، وما تبصش انها تجيب مستشارين من الجامعات. جميل جميل. وخلاص احنا في يعني سياسه الاستغناء عن المستشارين في كل القطاعات والولايات، احنا عندنا دكاتره واخدين دكتوراه داخل التعليم بتاعنا، داخل مدارس وزارة التربية والتعليم، ده دول الأولى الاستعانة بيهم. إن شاء الله نستكمل مع حضرتك يعني متابعة هذا المشروع ونتائجه، إن شاء الله دايما مشرفنا، عظيم الامتنان والشكر موصول للأستاذ محمد جابر خضر المكلف بتنفيذ برامج دعم مهارات القراءة والكتابة بالأسكندرية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بعد قليل نلتقي بحضراتكم والموضوع الثاني، وهو كيف يمكن أن نستفيد من المخلفات في إنتاج الكهرباء. نلتقي بعد قليل. Thank you.
العدالة في بلدنا. نحلم لبلدنا. نحلم بالعدالة والمساواة. نحلم لبلدنا. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان. نحلم ان بلدنا تبقى حلوه وفي ازدهار دايما في تقدم. نحلم ان كل واحد في البلد دي ياخد حقه. ترجع مصر حلوه وتقيله تقيله شايف كلام. انا لسه عبر تاني احلام كتيره وعجباني. دي بلدنا مش عايزه اماني عايزاك تحمي اولادها. بحلم لبلدنا تكون احسن بلاد الدنيا في التعليم سياحة. واحلم. انا مش بقولك ما تحلمش، لا احلم واللي جاي احسن بكتير والله. نفسي مصر تبقى احسن بلد في الدنيا. واحلم ان كل واحد يراعي ربنا في عمله ويتقي الله في كل حاجه بيعملها. وان شاء الله ما نمدش ايدينا لحد، احنا عندنا الخير كله هنا وان شاء الله شبابنا لا تقف. مصر دي كله كان بالله خير. يا مصر يا ام الدنيا يا أهل.